او اذا ما تبي بس ان تقول اسمك مثلا ونكتب تحت النيك نيم كذي. طبعا نواف قاعد يعلمني زين بالنسبه ان تكون هذه اول حلقه حقي. اول شيء زين نقول الحمد لله على السلامه. كوي من امريكا الله يسلمك. نواف انت نتفلكس صح؟ ايه رحت نتفلكس. اول سؤال عشان بعرف التجربه مالتك هذه كلها، ف ليش انا طفتني التجربه هذه؟ يعني ليش ما خذيتني وياك؟ كان ودي احرك يعني ودي احر ان عشان لما ارد اقول لك رحت انت ما رحت. هذه واحده. اثنين تصدق ما ادري بس انه يعني كنت ما بياخذك معي، كنت بروح بروحي بس شيء عشان اضرط بس شوي انا رحت بروحي انا والواحد رحت هناك. زين لما وصلت نتفلكس اول شيء شنو كانت تجربتك، الانطباع اللي حاشك لما وصلت هناك؟ ادري ان السفره كانت وايد قصيره، اتوقع كان يوم. كانت شاليه، روحت شاليه اربع خميس معي. انطباعك العام؟ شوف اول ما رحت صراحه يعني وايد انصدمت من الجو العام اللي موجود هناك. فكانت الرحله لنا بالفندق، خذونا تريقنا خلصنا تجمعنا كلنا ركبونا باص. حلو. اول ما ركبت الباص ولا اشوف انه في واي فاي زين طالع الباص شلون يعني شايفك بالباص لان ما كان عندي خط نت وكذي، فشافك بالباص طول الدرب واحنا رايحين انا مصدوم من اللي قاعد طالع دارب دار الوضع وشيار ومسخره وما ايش وشو كذي. وصلنا هناك يلا خلينا ندش نروح. اول ما دخلنا ولا اشوف الجولدن جلوبز اللي فازوا فيها مالت كاوس اوف كاردز والمسلسلات اللي كانوا ماخذينها. فاول ما تدش تشوف شيء عرفت اوبا ترى الموضوع صدق. بعدين اي تفضلوا ودشوا هناك. دخلنا ولا قاعة اجتماعات مدوره يعني اللي اعرفه طول عمري هاي حرف اليو ولا تقعد ومدير واقف هنا وهذا هذا لا انه ينزل تحت بالنص يتكلم والكل دار مداره يطالعه شيء غريب. وكل مكان قنفات وتلفزيونات 65 70 انش 70 انش 65 كذي وقاعدين وكله مسلسلات حاط. فالوضع ان انت قاعد ببيت بس على دوام الصبح يعني انا قاعد بصاله بيتكم كلها شيء قنفات وصالات. ما ادري كان وناسه. الميتنج كان وايد فرندلي وكذي وعادي الوضع. ما حد يعني سي او ولا خل هذا مال سي او. اول ما دخلنا ولا الاثنين اللي قاعدين يشرحوا لنا ترى بتروحون هني بتحطون هني بتسوون كذي. زين فانا على بالي هذا يعني اللي بالعلاقات العامه موظفين اللي قاعد يشرحوا لنا. طلعت اللي قاعد تتكلم هذه مديره البي ار مديره العلاقات العامه واللي معاها هذا نائب رئيس ما ادري يعني هذيل وايد مناصبهم. هذا ايش قاعد يقول هذا شلون ليش قاعد يسولف معي كذي؟ وانا اللي راح اوديكم. فهذه مشت معانا قاعد تورينا. فكانت التور مالهم من 10 الصبح للساعه تقريبا 7 بالليل. فمن العشر ان هذه كانت تمشينا كانوا مسوي لنا جروبات. فكنت انا عن الكويت وميدل ايست زائد الجروب مال الهند. حلو. فكنا نروح نقعد بسيشنز. كل سيشن نقعد فيه يعلمونا شيء، شنو قاعد يسوون بالشركه، شنو الجديد، شنو قاعد يقدمونه، شنو اللي بيسوونه. فكل اللي كانوا قاعدين يشرحوا لنا الفايس بريزيدنت او نائب الرئيس حق القسم هذا، نائب رئيس القسم هذا كبارية الاداره كلها. هذا قسم الاي تي مثل ما احنا شايفين فوق ايش مكتوب نيردز. هني اللي يحلوا المشاكل. زين اجواءهم هناك مبنى الوضع بشكل عام؟ شوف من برا تشوفه عادي مبنى عادي مودرن وشيء حلو، بس لما تدش داخل طبيعة الحياة اللي عندهم تخليك تكره حياتك اللي انت عايشها هني يعني عرفت؟ يعني اول شيء اول ما اللي لاحظته يعني يوم شفنا المكاتب كلها مفتوحة يعني على بعض وكذي الوضع انه وهي قاعد تشرح لنا كانت تقول ان المدراء يعني اغلبهم ما عندهم مكاتب ثابتة. اوكي. هني صار في شلون ما عنده مكتب ثابت؟ ان ما عنده مكتب ثابت ان الوضع ان المدير اذا مثلا واحد بيجتمع معاه في عندهم مثل غرف اجتماعات وكلها مكتوب عليها اسامي افلام. يعني تلقى مثلا غرفه اجتماعات كروكودايل داندي هاوس اوف كارد. فها تبي ميتنج بهاوس اوف كارد ولا خلينا نشوف مثلا لوست ان ترانزليشن نروح نقعد فيها كذي. شيء جبار. شغله ثانيه لاحظت ان عندهم في مثل ساحه اسمها التالنت والكرييترز اريا.
فتلقى كراسي قدامها شاشه كبيره تلفزيون وبروجيكتر. اوكي. كل واحد قاعد، اللي قاعد ياكل، اللي قاعد ماسك اللابتوب ويطقطق و... فهذه قاعة اجتماعات زائد قاعة يرتاحون فيها زائد مكان ياكلون فيه. كله عادي. هناك صار في شيء شد انتباهك؟ والله اي شوف، يعني قعدنا مع تد تدكين كنا اتوقع على ما اذكر. منو شنو هذا؟ هو الفايس بريزيدنت مال تيستينج او شغله كذي حق الكونتنت نفسه. حلو. يسوون تيست على الاجهزه كلها؟ لا لا لا، مو تيست اجهزه. هو على انه الالجوريثم انه شلون يخلون الناس او يفهمون ان الناس شنو اللي تحب تشوفه، شنو اللي يشوفونه، شنو اللي يعرضون لهم اياه عشان يقدرون يجيبون اكثر فيوز. فعرض لنا شغلتين، انه شلون يسوون التست على، شفت الثامبنيل اللي يطلعون الصور هذيل اللي وانت تنقل المسلسل او البرنامج، انه على كل ريجن شلون الصوره هذه ناجحه بهالمكان احط لها. فعندهم ايمج تيستينج اسمها. فمثلا مسلسل فولر هاوس اللي توه نازل، في عندهم 6 صور حاطين، وكل ريجن حطهم فيه الصوره هذه، ويشوفون اكثر ناس تطق كليك على اي صوره لما تشوف الصوره هذه تشغل المسلسل. فكان في عندهم 5 صور فيها صور الممثلين الجيل الجديد او صوره مع القدام وكذي، وكان في صوره عليها الجسر مال سان فرانسيسكو. فقاعد يقول لنا نقوا اي وحده تشوفون ان هذه تصلح ان نحطها ثمب نيل حق الكونتنت. فاللي نقى هذا، اللي نقى هذا، اخر شيء اللي تطلع صوره مالت البرج نفسه مالت الجسر. ايه؟ هي اكثر واحدة تخلي الناس تطق على فولر هاوس وتشوفه. مو صور الممثلين او شغله كذي. فصارت الحين الصوره اللي تطلع حق مسلسل فولر هاوس الجسر البرج بهالريجن هذا، ان نسبه اللي كانوا يضغطون عليه كانت 9 point something%. شغله ثانيه بعد هم قال لنا اياها الانترست، ان انت مثلا تحب افلام الرعب دوكيومنتريز وكذي، فيشوفون منه بالعالم نفسك. اوكي. فيصيرون مثل كوميونتي، ان انتم الاثنين تحبون افلام الرعب، تحبون كذي، تحبون كذي، فيكونون المحتوى ان اوكي في عندنا ناس يعني لا لا يعرفونكم على بعض يعني. لا 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 ما فيها شيء، هو بس يعرف شنو الكونتنت اللي ممكن نحطه حق الناس. اوكي. فاللي يطلع لك انت كفيتشر. صراحه نتفلكس ليش وايد غير عن الباجي؟ يوم رحنا حق القسم مال الكونتنت ديليفري اللي يوصلون لك الكونتنت، ف الفايس بريزيدنت نائب الرئيس حق الكونتنت ديليفري اسمه كين فلورنس، اول ما رحنا طبعا صدمني قبلها انه قال لي انا يدتي كانت تشتغل بالكويت. تقول لي شنو؟ زين متى يعني يدتك تشتغل؟ تقول لي 1916. تقول لي 1960. تقول نو 16 لا 1-6. زين تقول 100 years ago قبل النفط هذا تدش شيدتك لورد اوف ذا رينجز عرفت؟ كان اقول 100 years وايد يعني. تقول لي ايه ولا تطلع لا هذه ام يدتها انها كانت تشتغل مستشفى الامريكي اللي بالكويت. بشاغ ايوه اللي سووه المستشفى الامريكي كانت من اول الممرضات اللي جاوا واشتغلوا وكذي. فقال لي سالفتها شلون جات وهذا. المهم احط لكم اياها بعدين بونص. اوكي. المهم فقاعد يشرح لنا ان شلون الكونتنت مالهم ينتقل من السيرفر يروح للدولة لموزعين الخدمة، وهم مثل يحطون كاش الكونتنت عندهم بالسيرفرات ويوزعونه حق الناس اللي بيشوفونه. يعني قاعد يتعاملون مع اي اس بيز. هم عندهم خدمة اسمها كونكت نتفليكس كونكشن او كونكتنج نتفليكس، هذه يوفرونها حق الاي اس بيز مزودين الخدمة الانترنت بالدول، انه يخزنون الكونتنت والسيرفرات هذه عندهم. هذا تكون بين نتفلكس بين وبين مزود الخدمه. أوكي. وفري. ما لك شغل انت. وفري. أي. فري ها؟ يعني مو بفلوس. أي. فتكون فري. فتكون شنو؟ انه يكون اسرع حق الناس. في عندهم نوعين. في نوع انه يكون مثل ما قلت لك هذا يكون مخزن عند مزود الخدمه، وفي يكون فيرتشوال كانه مخزن عندهم، وهذا اللي يسوونه باغلب الدول. فاحنا عندنا مثلا هني بدبي يكون في مثل وهمي يعني سيرفر او خادم وهمي. زين. تكون في مخزنه البيانات والديتا. حلو. فنسبه ان انت تسحبها تكون اسرع. ايه. من ان تجيبها مثلا من سيرفر اللي بامريكا او كندا او من الدول هذه. فياخذها من دبي للكويت وشغله عندك. هني تي عندهم شغله هذه ما شرح لنا اياها وايد. الالجوريثم ان شلون يخلونه كذي بسرعه ويطلع لك الاتش دي وهالسوال. فطلع في عندهم
حق الاتش دي العادي يعني 720 يشتغل معاك الكونكشن مالك لازم يكون 500 كيلو بايت. 500 كيلو بايت اقل من 1 ميجا. يعني لو دايل اب عادي، يعني لو تشبك اقل من الدايل اب راح يشتغل معاك اتش دي عادي. شغله ثانيه عندهم اذا تحتاج شغل فل اتش دي 2.5 ميجا ميجابت سرعه الكونكشن. اذا بتشغل الفل اتش دي مثلا والساوند 5.1 وهالسوالف تحتاج 8 ميجا بايت. تبي تشغل 4K تحتاج 25 ميجا بت سرعه الكونكشن معك. انا لاحظت المكتبه مالت الافلام بالنسبه لنتفليكس ما ادري صححني اذا كنت انا غلطان ولا شيء، هل او الملاحظه ان اختلاف المكتبه هني بالشرق الاوسط زين مع باقي الدول الثانيه؟ شوف هذه وايد يسألون عنها، ان انا الحين بامريكا لما اشبك يطلع لي شيء غير، بكندا كونتنت اكثر من اللي بامريكا، بالمانيا يطلع لك شيء مو موجود هنا. الليست مع اللي برا. الفكره حقوق الملكيه، ان في عندك مسلسلات مثلا بامريكا او افلام مبيوعه حق مثلا او اس ان او ام بي سي او شركات موجوده عندنا هي اللي مالكتها، سواء عرضه ولا ما عرضه هي اللي تملك حقوقه بهالمنطقه هذه. فهو ما يقدر يشتري ويعرضه لان هذا شاري، لازم ياخذ موافقه هذا وموافقه هذا. بس مثلا على سبيل المثال انا الحين عندي مسلسل بيج بانك ثيري. بامريكا ما في بيج بانك ثيري بنتفليكس، بالميدل ايست ماكو بيج بانك ثيري بنتفليكس، بالمانيا في بيج بانك ثيري. بس ما نقدر ان نخليه مفتوح لان حقوق الملكيه هذه. وهم بعد تكلم على الفي بي ان، ان الناس اللي تشبك في بي ان والحين قمنا نقفل الاكونتات وكذي، يقول يعني ان لا تكبرون السالفه، بس انه يعني الكونتنت اللي انتم ودكم تشوفونه راح تشوفونه، بس يبي له وقت. ما نقدر نحطه مره واحده عندكم. ليش؟ لان احنا الهدف مالنا الحين الكونتنت مثلا اللي ينزل ميدل ايست بالشرق الاوسط يكون مترجم، يكون واضح، يكون كامل، يكون كل شيء فيه. فيقول انا اقدر الحين احط لك كل هذا موجود، بس الترجمه والخاصه اذا كان مسلسل طويل او هذا ياخذ له وقت. زين اذا انا اشتراكي ماخذه كان المفروض بامريكا ايه، وجيت الكويت ايه وشغلت نتفلكس، شو اللي راح تشوفه؟ المكتبه مالت الكويت. حتى لو انا اشتراكي على امريكا ايه خذيته بامريكا، على اي دوله تروح لها اشتراكك يكون على حسب الدوله هذه. على طار الترجمه ايه، ايش معنى ما نقدر نغير مثلا بالسايز الجسم ايه العربي؟ ايه تكفى انتم سمعوا بعد ها، لان وايد قاعد ايش العربي ولا لا لا ايه؟ العربي حاليا اللي موجود بالمسلسلات الافلام نتفليكس ايه؟ مو تكست، مو اس ار تي فايل، ايمج صوره بي ان جي. بي ان جي فصوره قاعد تنحط على الفيلم وتنعرض الترجمه، فما تقدر تكبر وتصغر وتحط وتسوي. فمرات تلقى ناس تطالع يلقى الحكي صار فوق بعض، او انه مثلا يطلع المشهد يتكلمون ما في ترجمه، لا ما في ترجمه، اذا ما تطلع ليش ما طلعت الترجمه وقاعد يتكلم؟ ولان الصوره مو مركبين على نسى يركب البي ان جي على هذا، راح يتعدل بالضبط ان شاء الله مع الوقت راح. لان شفت واحد هناك وسيم داوود هو وفي احد معاه، هم اثنين العرب اللي يشتغلون حلو. فاول ما شافني نواف اهلا اهلا اشوفك عربي، خير ما قاعد احكي عربي. فقعدت اسولف معاه وكذي، فقعد يقول لي السالفه هذه ان احنا نقينا العربي واخترنا اللغه واخترنا الخط وقاعد نحاول، بس احنا لين الحين اثنين او ثلاثه بالشركه، يعني يبي لنا بعد تيم عشان نقدر نكبر ونسوي هذا كله. حاليا من شهر نزلنا الاي او اس 9 اللي هو اللي بيدعم، نزلنا النتفليكس على اي او اس 9 اللي بيدعم اللغه العربيه. فاذا حبيت تشوف على اي اجهزه الاي او اس لازم يكون عندك اي او اس 9 لحتى تقدر تعمل ابديت للابلكيشن بالعربي. هل عندهم نيه مثلا انه ياخذون او انه يسوون مسلسلات انه تكون طالعه من الشرق الاوسط؟ على الشرق الاوسط شوف هم يتبنون مثلا مسلسل من الشرق الاوسط او يتبنون، والحين في عندهم فيلم فيلم لا فيلم زنزانه أوكي. اللي انعرض اماراتي كنا نسيت مال من المخرج بلن 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 حطه بسينما هنا عندنا موجود الحين بنتفليكس. حلو. فهذه قال لنا اياها ريد السي او مال نتفليكس،
لا 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 مو انتاج نتفلكس. اي انا قصدي عن انتاج نتفلكس. اي هم يعني يوم قعدنا مع هذه مالت يوم اخر سيشن كان تشارلي كوكس مع المؤلفين والمنتج مال دير ديفل زائد الفايس بريزيدنت مالت الكونتنت اللي تنقي مثلا هذا يصلح احنا ناخذ نسوي مسلسل ولا لا. مديره نسيت والله ايش اسمها. فكانت هي اللي قاعد تتكلم عن المحتوى وشنو اللي يسوونه بالمحتوى. ناس ما اخذوا مثلا ناركوس هو مسلسل من بوليفيا وكذي وممثلين ما حد يعرفهم. والحين في عندهم مسلسل من فرنسا في مسلسل من المانيا. فبالميدل ايست هم يبون ياخذون الكونتنت هذا. فحتى كلمت هذا اللي بالعلاقات العامه عندهم قال لي احنا قاعد نحاول مثلا ناخذ وحتى ريد سي او قالها ان قاعد نحاول نتعاون مثلا ناخذ الافلام المصريه المسلسلات المصريه اللي من ايران مثلا اللي من سوريا بس انه شيء يكون المنتج نفسه يكون ينفع حق شيء عالمي. الفكره والقصه انه ممكن تكون لوكال بس تنفع ان انا اعرضها حق كل الناس يشوفون ثقافه الدوله هذه او المنطقه هذه. فلما انا اخذ مثلا مسلسل كويتي مسلسل سعودي مسلسل اماراتي او سوري مصري واحطهم بمكان واحد اللي هو نتفليكس مثلا وخلي كل العالم يشوفونه الفكره منه انه مثلا اللي بالمكسيك يكون يصير في علاقه مع المسلسل يتعاطف او انه يصير في شيء او يندمج. اي فيقول احنا قاعد ندور على كذي. فلو مثلا بيبك نفس مسلسلاتنا الحين هذا مال حبني واحبك ومكياج اي بالضبط بحطه حق واحد بالمكسيك بيطالع انه كومبري بيطلع كومبري عرفت. فهذه انا ما راح ارضى اقول هذا لا مو احنا مو احنا مو احنا ما سوينا كذي مو هذا احنا نتبرى منه. ايوه بالضبط هذا انتم نو نو ما ادري منو هذا. بالنسبه للتلفزيونات الحين نتفليكس اللي اعرفه اوكي كانت نازله كبرامج صح على الكمبيوتر وذا على التليفونات على الايباد على كذي والسوالف هذول شلون هل عندهم مخطط بالنسبه للتلفزيونات؟ هم بلشوا فيها السنه اللي طافت كنا او اللي قبلها زي. ان التلفزيونات يكون السمارت تي فيز فيها الابلكيشن مال نتفليكس. السنه اللي طافت باي ثانك يو. السنه اللي طافت بلشوا انه يصير بالتلفزيون نفسه. هالسنه عندهم شيء اسمه ريكومندد تي في من نتفليكس. فمبلشين مع سوني ومع ال جي ان الاثنين هذيل الشركتين بال جي ورنا الريموت محطوط فيه نتفليكس بالريموت كنترول. سوني ما ادري والله اذا موجود بالتلفزيون ولا لا بس ان تلفزيونات سوني راح تشتغل الحين كلها على الاندرويد وتلفزيونات ال جي راح تشتغل على الويب او اس. فورنا الفرق بين التلفزيون موديل 2015 وموديل 2016 بالنسبه للاثنين سوني ويا السوني مع ال جي. طيارة التلفزيون أسرع من الكمبيوتر. يعني الحين أنت لما تطفي التلفزيون مثلا ترد تشغله يطلع لك القناة هذه مال تليانان والرمادي ما شنو الاستاتيك. إيه الاستاتيك عرف. بعدين أنت تنقي البرامج وتشغلهم وتسوي الساوند يا زيت القران. فالحين لا التلفزيون لما تطفيه وتشغله يشتغل على المكان اللي انت كنت واقف فيه. فانت مثلا قاعد طالع نتفلكس طفيته يريد يشتغل على نتفلكس ما يشتغل على التلفزيون ما يشتغل على الساتلايت. بعدين تختار سليب مود. ايوه بالضبط نفس السليب مود. ولما تشتري التلفزيون يقول لك ان هذا ريكومندد من نتفلكس ان احنا مسوين عليه التست وشغال وكل شيء شغال ومضبط عليه. ديد ديفل هذا كان الختام مال الرحله هذه كلها. الرحله كلها والهدف كان اخر سيشن حلو اخر جوله قبل ارد ان نتعشى وهذا بعد عناء اليوم كله زين. فكانوا جايبين تشارلي كوكس ممثل دير ديفل وهذيل وكذي كلمته يس على الوحيد حلو قاعد يسولف انه شلون طريقته. انصدمت انه طلع بريطاني اي مو امريكي. انا ما ادري انه بريطاني تخيل وقاعد يتكلم بالاكسنت مال البريطانيين زين. وايد حبوب قاعد يتكلم وكذي وهذا وقاعد يتكلم عن انه شلون عمره ما دش نادي صحي وعمره ما كان ضعيف وعمره ما سوى سوالف. يعني فانه كان هذا كان بس حق اي كان هو ولا شيء قبل هذا. فانه مدرب خاص ودش نادي وقاعد ياكل 7 مرات باليوم ويبني مسلز ويحط ويدش ويتعلم مارشال ارتس عشان يقدر يسوي المسلسل.
شيء جبار يعني شلون عشان يسوي الكاركتر هذا صح. ولازم يقرا 600 كوميكس عشان يفهم شخصيه موردوك وشلون يسوي هذا الكاركتر فيقول باليوم كنت اقرا وانا رايح بالقطار وانا راد 5-6 كوميكس كذي وهذا قاعد اي عادي عادي خلصنا كان اروح له كان اقول له بليز كان اي تيك ا بيكتشر وذ يو زين اه اوكي شور تقول انا كان يو سي سمثينج فور ذا ميدل ايست فهذه ياتنا بليز نو تقول له كم اون كم لونج واي تقول له اتس اوكي اتس اوكي وقال شوفوها شوف الكلمه This is a message for the all the Daredevil fans in the Middle East. I hope you enjoy season 2. عرفت اللي جيمي ستارز هذا الوحيد اللي صورت معاه قلتها شيء احلى شيء واقف شيء ما اقوله يلا جو حسيت نفسي مخرج عرفت يلا جو قول قول اوه ثانك يو يلا تفضل عرفت المهم بعدين ردينا الفندق تعشينا وخلصنا ردينا الفندق في الله يلعن ابليس المطعم يم الفندق حلو. هذا المطعم ريد السي او مال نتفليكس قبل لا يسوي نتفليكس وهذا كان هذا مطعمه يروح ياكل ويعرف صاحب المطعم ويعني كنا ولد المكان هذا فلما صارت نتفليكس وهذا فراعي المطعم بالنسبه له ريد واللي يشتغلون بنتفليكس هذا مطعمهم اوكي فاي كيم فروم نتفليكس يبوا له طاوله yeah. كذي ان الوضع صار ان هذيل بنتفليكس خلاص هذيل ملوتنا فكان عازمنا كلنا بهالمطعم انه تشوف هذا المطعم اكله عجيب عجيب ايطالي ويجيب لك اشياء شيء جبار كان عندهم بلو تشيز نار نار زين هذه منها ترى لا المهم بعدها كان ياخذوننا وردونا مره ثانيه الشركه جيت على الساعه 8 7 ونص 8 بالليل زين اي رد لا تسع تسع أوكي. ردينا اول ما ردينا ولا يدخلونا سينما عندهم حاطين بوب كورن وكذي تاخذ دش حق البريمير هذا عندهم سينما داخل الشركه دخلنا ولا يعني. الحين راح نوريكم اول حلقه حق دير ديفل قبل لا نعرضها اوكي شغلات انا هذا عشان تريك ليش ما ياخذوني انا مكان لا 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 شفت 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 وايد ايه شفت وايد بس انه يعني اخر شيء نمت يعني من الصبح قاعد عرفت طيارة يعني طوف لي شوي طلعنا برا مثل جي ام عاد هذا الباربيكيو مو باربيكيو بال حق الباربيكيو قمت لا لا مو باربيكيو كان هذا اللي شو يسمونه كوكتيل بارتي كذي حق اللانش كلهم واقفين يعني ما راح اقدر انام وقاف يعني زين دخلنا ولا كل هذول ملات الاي تي قاعدين وشغالين انه ترى بعد الحين نص ساعه راح وي ويل لانش دير ديفل فتعال شوف ان اللي واقفين وتشارلي كوكس واقف ويصورون وهذا اخر شيء 10 9 8 طب ولا شوف ولا كلهم يشتغلون كل العالم صار عنده دير ديفل تجيب نفس الوقت الساعه 12 الكل اشتغل عنده ولايف على كل دول العالم 6 5 4 3 2 1 فبعدين حطوا لنا الشارت ان شلون الناس قاعد تشوف المسلسل والستريم ماله قال يمكن تقريبا باربع دقائق كانوا يطقون فوق 300 400 ألف واحد الحين قاعد يشوفوننا تو مبلش يعني كان عندك سيزون 1 طب كان يطلع لك سيزون 2 اوبا طق فكان شيء جبار شيء تجربه وايد حلوه صراحه بعدها رحت نمت رديت الكويت على طول الحمد لله سلامه الله يسلمك لا ان شاء الله مره ثانيه راح اكون لا وعد انه راح اكون وايد جبار كنت اتمنى انه يكون وياك والله انا بعد ان شاء الله الكل يكون معي مره ثانيه ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله هذه قصتنا مع نواف اليوم يس ونراكم بخير ان شاء الله سي يو سي يو